يوم 30/6 يوم 2/8/2019 اليوم يوم 22/2/2019 اليوم يوم 3/3/2020 يوم الثلاثاء اليوم يوم 20/5/2020 اليوم 18/6/2020 يوم 13/7/2020 باقي الامتحانات 23 يوم ومراجعة الرابع يوم 11/8/2020 اليوم يوم الثلاثاء وباقي الامتحانات 16/17 يوم لأن تأجلت مرة ثانية اليوم يوم 29/8/2020 باقي الامتحانات يومين والمفروض مو يومين باقي 4 أيام لأن التطبيق باقي لهم يومين وإحنا باقي لنا 4 أيام لأن التطبيق يوم الثلاثاء وإحنا يوم الخميس الأحياء يعني يوم 21/9/2020 اليوم كان آخر يوم امتحانات وآخر يوم بالسادس كله السادس خلص بعد ماكش اسم السادس هلاو طبعا اليوم يوم 11/10 يعني شنو بعد النتائج هلا يا عبا شلونهم طبعا اليوم رجعت لكم بمقطع جديد راح يصير الجزء الثاني فيديو رحلتي بالسادس اللي انتهيت من عده كان 2020/1/1 وهسه راح اكمل لكم من 2020/1/1 طبعا قبل لا نبدي لازم اقول لكم يعني لازم اذكركم تشتركون بالقناه وتعطوني لايك لان اذا مو هيك ما راح تشتركون وخلي نبدي وياكم طبعا مرة 1/1/2020 اني تقريبا مليت من السادس يعني مليت من القراية بطلت يعني بعد ما عندي خلق اقرأ يعني ايش اقرأ لي ساعة ساعتين اروح للدوام ارجع اقرأ لي ساعتين هيجي بالقوة او في القراية فقضيت الشهر الاول كله هيج بعدين وصلنا الشهر الثاني طبعا ايش قضيتها تسخيت اول 5 ايام تقريبا بعدين قالوا لي انه الامتحانات يوم 10 الشهر الثاني فطبيعي يعني صار لي شهر ونص تقريبا كل شيء ما قاري بس يعني تسخيت كله التسخيت بتسخيت فقلت خلا راجع شوية قعدت راجعت شوية قريت النفي من جديد طبعا عايف المواد كلها مسخت عليهن صار لي شقد ما ادري شقد والمواد متراكمة علي واني غلس على المواد فقريت تقريبا 5 ايام وبدأت امتحانات نص السنة امتحانات نص السنة قلت خلا اجرب نفسي واقرأ وامتحن فامتحنت اول امتحان العربي طبعا عبالي العربي مجاوب فول ما اعرف شنو والاخير جت الدرجه 70 اعتقد 70 طبعا ما كنت كلش مهتم من 70 لان ما كنت اريد هوايه يعني انا ما كنت مخطط لاخذ 97 98 فقلت يلا 70 بالعربي كل زين وبعدين بقيت الامتحانات مشت ضليت امتحن واقرا واحب اقول لكم انه انا بالامتحانات كلها ما كنت انام كنت احاول انام بس ما كنت اقدر انام فما نمت الامتحانات كلها ما كنت انام طلعت امتحن اللهم كنت بالفيزياء زين اخذ بها 100 والرياضيات 100 بس بقيه المواد مو كلش طبعا خليني اشرح لكم الكيمياء ما جبت بها درجه كل زينه جبت بها 72 فرحت اريد اعرف اخطائي شنو الغلط اللي عندي فرحت استلمت الدفتر طبعا اخطائي كلها كانت اخطاء انه انا ما مركز يعني شنو مثلا انا ما كنت محمل الكي بي البي كي بي ومعوضه قبل ونطلع الناتج قبل كله غلط وما مفرق بين الاملاح والقواعد ودني السوالف فخطا من عندي فحاولت اصححها قلت يلا بعطله نص السنه راح اقراهم وما قريت عطله نص السنه 15 يوم كل شيء سويت حرفيا كل شيء سويت طبعا انا جبت بامتحانات نص السنه اعتقد معدلي كان 85 84 طبعا جماعة السجاجة كلهم جابوا 95 96 97 98 واكو واحد 99 ما اعرف ايش قد بس يعني كلهم كانوا سجاجة يعني انا اصلا ما كنت اطمح اوصل لهم بس هيك يعني بس ابغى لهم فخلصت امتحانات نص السنة وعطلة نص السنة وكل شيء مسويت رجع الدوام دوامنا يوم يومين ثلاثة اعتقد دوامت يوم الاحد 2/3 ويوم الاربعاء صارت الاحداث مالت الكورونا ولا قدام ولا قدام وانا تقريبا وشهر الثالث وصلنا تقريبا للشهر الثالث طبعا صار لي شهرين مغلس على القراءه اللهم امتحانات نص سنه قريت شويه تقريبا 10 ايام هنا راح اشرح لكم ايش صار هنا من شفت معدلي طلع 85 84 يعني كان كل الزين يعني انا ما توقعت اصلا اجيب 85 ل 84 كل الزين كان بالنسبه لي طبعا راح اشرح لكم انه اني من بداية السادس كنت العب ببجي
يعني شهر السادس السابع الثامن كله كنت العب ببجي صراحه. دوما كنت العب ببجي، كان عندي انستغرام، كان عندي برامج العب انستغرام افتر بالموبايل يوتيوب منه ومنه، كان عندي 3 حسابات انستغرام. كنت اسخت اوكي، كنت اسخت وهوايه هم وهوايه، ما ادري شلون جبت 85. فبعدين وصلت للشهر الثالث دا اشوف صارت الاحداث، احداث كورونا، والعالم كلها ايست، مو ايست بس يعني ما قامت تقرا، اغلبيه جماعتي السجاجه والمسجاجه غلسوا على القرايه. فاني هنا افكر، قلت هسه اذا جماعتي كلهم واقفين واني متاخر عليهم كلش كلش متاخر، يعني هم عبالهم انه الاحداث يعني اسبوع اسبوعين وراح يرجع الدوام راح ياخذون اسبوعين عطله، هيك كان ببالهم. بس انا ايش كنت افكر، قلت اللي يزال عن قرب وما يصير اظل هيجي، فش حسوي؟ اولا قطعت علاقتي بجماعتي كلهم، جبت الموبايل فرمته ذبيته، مو ذبيته يعني شلته، شلت الموبايل بتفكيري انه اني لازم استغل الاسبوعين ذني حتى الحق بجماعتي السجاج، يعني هذا كان بال اسبوع، اعطونا اسبوعين عطله. فقلت راح استغل الاسبوعين، شلون استغلها؟ اول شيء راح اشيل الموبايل، راح اشيل كل شيء، حرفيا قلت راح اركز بالقرايه وكل شيء ما راح اسوي. شلت الموبايل، شلت كل شيء. من كنت اقول لكم اني بديت اقرا بالشهر الثالث، صحيح اني بالعطله قريت، بس كنت اقرا قرايه جريده، اقرا الماده وبس، يعني اقرا الماده واشوف الفيديو على اليوتيوب وبس، يعني قرايه جريده. ما اقول لك اني والله قريت كل الزين، لا هوني ما قريت كل الزين، انا كنت اقراها قرايه جريده، حتى لو تسالني نص سؤال ما كنت راح اجاوبك، يعني ما كنت راح اعرف. اللهم بدايه الدوام اول شهر ونص تقريبا هيش قريت، بس بعدين شهرين تقريبا هيش غلست على القرايه وامتحانات نص السنه. اليوم يوم 3/3/2020 يوم الثلاثاء، المدارس كلهم عطله، ماكو دوام لان كورونا. كورونا عدد المصابين بالعراق 21 26 جيتهم بغداد، ولحد هسه ما مبين يوم الاحد راح نداوم لو راح تتمدد العطله، لان مطينا اسبوع 10 ايام عطله بسبب الفيروس، وما نعرف اذا نكمل ولا. انا هسه جاي اقرا ادب، وكملت اليوم مسوي لي جدول، وراح اكمل نفس الدوام العادي بس بالبيت، راح اكمل دوامي بنفسي، وخل نشوف راح نقدر نكمل لو لا. درست كل شيء، ما حد يعرف شكو راح يصير، راح نمتحن لو لا راح يتاجل امتحان، اكو دوام لا، لحد هسه ما معروف. فانا ايش قلت بنفسي، راح استغل الاسبوعين، شلون استغلهن؟ انه اني شلت الموبايل، مسحت كل البرامج، مسحت بابجي، قطعت علاقتي بجماعتي كلهم، شلت الموبايل، قلت راح اركز، كان عندي لابتوب فصرت اقرا باللابتوب، يعني باللابتوب عادي، يعني اقدر استعمل اللابتوب لان لا بي فيسبوك لا بي انستغرام لا بي ببجي لا اقدر العب بي، فايش راح اسوي باللابتوب؟ كل شيء ما راح اقدر اسوي. فكنت ابغى على المدرسين من اللابتوب، يعني اشوف الفيديوهات مالتهم واركز وياهم باللابتوب، ما عندي موبايل، كل ما اقدر اشغل اللابتوب. وحولت نظامي ليلي، شفت يعني انا ما اقدر ادرس الصبح لا اقدر ادرس العصر، فحولت نظامي ليلي. سويت قمت اقرا تقريبا اول يوم قريت تقريبا 6 ساعات، بعدين 7 ساعات، 8 ساعات، هيك بالتدريج شويه شويه، بالاخير وصلت تقريبا 14-15 ساعة بالاسبوعين ذني. ورا ما خلصت الاسبوعين كنت محقق انجاز كلش كبير، يعني ركزت هواية وقريت هواية وكملت هواية. اعطونا عطلة بعد، اعطونا عطلة بعد 3 اسابيع، هم نفس الشيء، من كنت اشوف جماعتي يلا 3 اسابيع ناخذها عطلة وما نقرا، بعد من يرجع الدوام اكيد راح نكمل. أنا هم كان عندي نفس النظرة، شفت يوم يومين أشوف كورونا جاي تزيد، جاي أشوف القنوات كلها تقول ماكو وزاري ولغى الوزاري، بس بقرارة نفسي أنا كنت متيقن إنه الوزاري وراي وراي، وما أريد أشوف جماعتي أعلى من عندي. فقلت خل أقرأ على الأقل أوصل معدل 90 حتى على الأقل أروح لجامعة أهلية شيء. فقلت خلا بدي اقرا، فظليت اقرا اقرا، صرت بمود السجاجه شهر وخمس ايام، يعني كملت المنهج كله، صرت اقرا من صدق وبتركيز اقرا الماده، كملت المنهج كله
مو بشرقة، لما كنت مضبطة بس يعني قريت قراية وكنت أحل ورقة وقلم المسائل يعني مو الحفظيات، وحفظت الشرحيات وراجعت هواية، كنت أقرأ بتركيز من الصدق. طبعا وصلنا للشهر الرابع، خمسة أربعة أنا بعدني مو دسها، كنت أقرأ هواية، فقلت خل أبدي مراجعة أولى. فحرفيا بديت في المراجعة وكملت الإنجليزي. المراجعة الأولى شلون كنت أسوي الجدول، سويت الجدول على أساس إنه الأحياء عندي صعب، حطيته تقريبا 10 أيام 11 يوم. الإنجليزي عندي سهل فحطيت له تقريبا 8 أيام 8 أيام. فبديت أول مادة اللي هي كانت الإنجليزي، كملت الإنجليزي كله يونت أول للثامن، كملت الإنجليزي كامل. كنت أقرأ اليونت الثامن ما أتذكر يا يوم كان، بس صارت التقليصات ضبط، صارت التقليصات. ما شو أسوي أنا، ظليت حاير، صارت التقليصات وأنا صار لي شهر ونص أتعب نفسي وقريت المواد كلها، واني وجماعتي، جماعتي اللي صار لهم شهر دا يسخطون كل شيء ما قروا. حرفيا انه اني صرت بمستواهم، يعني هم صار لهم شهر وعشرة ايام وخمسة ايام دا يلعبون، وانا صار لي شهر وخمسة ايام دا اقرا، ونفس وصلنا بنفس المستوى لان صارت التقليصات. واني بادي المراجعة الاولى وحاط الجدول على حسب انه الفيزياء 8 ايام والانجليزي الفيزياء 8 افصل والانجليزي 8 وحدات، فأنا كنت مكمل الإنجليزي 8 وحدات كلهن. فش كنت أسوي؟ كنت أقرأ تقريبا 6 أيام إنجليزي، واليوم الثامن واليوم السابع كنت أقرأ بي الوزاريات. فهنا حسيت بإحباط، إنه أنا وجماعتي وصلنا لنفس المستوى، أنا صار لي شهر وخمسة أيام جاي أقرأ وانحذفت كلهن. فظليت صافن، ظليت 5 أيام كل شيء ما جاي أقرأ، حسيت بإحباط. فظليت 5 أيام بعدين قلت يلا شو يصير خلي يصير. شفت جماعتي بعدهم أصلا ما بادي مراجعة أولى، بعدهم بمود العطلة يعني عبالهم بعدها عطلة. فرجعت أقرأ تقريبا، بديت 5 ساعات 4 ساعات، سويت جدول مراجعة جديد حسب الصعوبة اللي عندي. الأحياء كل شيء ما نحذف، فظليت 10 أيام 11 يوم. كنت أسوي تقريبا مثلا الأحياء 10 أيام، يوم الـ11 أحل بي أسئلة وزارية مات السنوات يعني اللي راحت. فظليت أقرأ مراجعة أولى ورجعت لمودي أقرأ، قريت هو تقريبا وصلت النص، المراجعة الأولى. أجلوا الامتحانات، أعتقد كان 1/7 أجلوا 1/8، أجلوا شهر كامل. فهنا هم حسيت بملل إنه السادس ماذا يقبل يخلص، يعني صار ليش قد أقرأ وكل ساعة يأجلون بالسادس، وأنا شنو أريد أخلص السادس يعني هاي مليت أريد يخلص السادس. هم حسيت بإحباط ماكو مني، ظليت صافني يومين. فقلت يلا راح أتوكل على الله، شو يصير خلي يصير، أنا راح أسوي اللي علي والوزارة أكيد راح نمتحن. وكنت مبتعد على الإشاعات ككل، يعني كل واحد يقول لي ماكو امتحان، ما أعرف شنو تقليص، تنلغي السنة، درجة نص السنة، وما أعرف شنو. فأنا ما عبرتهم أصلا. فكملت المراجعة الأولى على السلام، والمراجعة الثانية كانت عبارة عن كل مادة. يعني هسه مثلا كنت حاط العربي 7 أيام، حطيت له 4 أيام، نص الفترة. يعني المراجعة الأولى طولت بي أقل من شهرين، والمراجعة الثانية تقريبا طولت بي 25 يوم. يعني كل مادة مثلا أحياء كنت مطول بي 10 أيام، طورت بالأحيان بالمراجعة الثانية 5 أيام. وهم كنت أحل أسئلة وزارية، لأن أسئلة وزارية كلش مهمة. كملت المراجعة الثانية. وأنا كملت المراجعة الثانية اليوم 18/6/2020، ودرجة الحرارة وصلت 40، وإحنا بعدنا بداية الصيف. هلو وطبعا راح تصل للـ50، الله يستر. وكورونا، ما أدراك ما كورونا. وصلت الـ24، سجلنا البارحة 1500، خير من الله. المهم بس اريد اخلص مع المود، بس اتحك شوي كل شي ما اريد. اليوم جاي اقرا رياضيات حيدر وليد، مبين مغلوبة رياضيات. وصلت الفصل الثالث، سهلة الرياضيات. وعدنا هذا الجدول، اقعد راح هذي بلاد مبين مغلوبة كلها. مهم، وكملت الفيزياء والاحياء تقريبا مادتين، ومادة الثالثة والاسلامية محذوفة.
وعندنا 3 مواد باقي، العربي والكيمياء والانجليزي. باقي لي راح ادرس بعد الرياضيات وقواعد الادب وزعت الايام كلها. وهسه جاي اقرا، يعني اقوم الليل وانام النهار. يعني جاي اقرا 3 ساعات 4 ساعات بالعصر، يعني تقريبا 3 4 5 الساعة 6، و3 ساعات بالليل هاي السبعة، و7 ساعات بعد الساعة 12 14 ساعة. وهلا وتقريبا ما بقي لي شي، كملت مواد الاولى والثانية وصلت المواد كلها، بس لما يجوز اطلع مادة ولا ما اعرفها صراحة، بس ان شاء الله اهو. بديت بالمراجعة الثالثة. المراجعة الثالثة كانت عبارة عن الجدول اللي راح يطلع لكم المقطع فوق. هاي كانت المراجعة الثالثة، سويت المراجعة الثالثة اعتقد. هاي المراجعة الثالثة اللي اعتمدت بها على الاسئلة الوزارية وسويت جدول، راح يطلع لكم مقطع فوق ان شاء الله شلون سويته. وكنت احل اسئلة وزارية بس يوم اقرا اسئلة، يوم احل المادة ويوم الثاني اقرا اسئلة وزارية، راح يطلع لكم فوق ما يحتاج اشرحها. يوم 13/7/2020، باقي الامتحانات 23 يوم، المفروض 23 يوم اذا ما تأجلت. واليوم يوم الاحد ودرجة الحرارة وصلت 45، اوف، والدنيا حارة تصمت صمت، والكورونا وصلت 70,000، والبرهة تقت سجلنا 2700، واليوم جاي اقرأ ادب. يمكن هاي 10 مرة اقرأ بها ادب، يلا ان شاء الله هاي المرة اقدر اضبطها. وجاي اقرأ انشاء، يعني اقرا وانشاء وادب يعني نفس الوقت. انشاء اعرف المواضيع المكرره بالوزاري وشلون اكتب انشاء، والمواضيع اللي يتحاسبون اتحاسب عليه، يعني املاء وخط وشغلات. حسن خط شويه لان خط زريبي. وعندي هذا الجدول، جدول عباره عن 6 مواد على 10 ادوار، تطلع لك معدل المعدل المواد ومعدل الادوار. راح اقسم معدل المواد على معدل الادوار حتى اطلع المعدل الكبير هذا ايش قد راح يطلع. تقريبا وصلت للمراجعه الرابعه. المراجعه الرابعه هي ايش كانت؟ من المراجعه الثالثه الاسئله الوزاريه اللي كنت احلها كانت عندي اخطاء. هاي الاخطاء شنو؟ الاسئله شنو هي؟ سجلت الاسئله اللي عندي بها اخطاء كلها، ما راجعتها، جبتها هنا، أنا سجلت كل ماده والاخطاء اللي حال السؤال غلط، فكل ماده كنت مسوي لها ورقه والاخطاء اللي عندي بيها. فالمراجعة الرابعة كانت عبارة عن تقريبا يومين، يعني كل مادة يومين اجيب الورقة واشوف الاخطاء مالتي، يعني مثلا كنت حال غلط بالمعادلات المرتبطة بالزمن بالرياضيات، فرجعت راجعت الموضوع هيك، يعني كل مادة وكنت مسوي لها ورقة. طولت عندي تقريبا 15-12 يوم، ما اعرف ايش قد طولت. واتمنى عجبكم الفيديو وبس والله، في امان الله.